أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس تعليم لغة البرمجة بايثون. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تنصيب البرنامج الخاص باللغة، ومن ثم راح ننصب البرنامج الخاص بكتابة أكواد اللغة، وراح نكتب كود أولي على هذه اللغة حتى يكون بداية لانطلاقنا بلغة بايثون. في البداية لابد أن نحمل برنامج بايثون، وطبعا تحميله هو مجاني من الموقع الرسمي. نذهب إلى جوجل، نكتب بايثون، طبعا سواء عربي نكتب أو إنجليزي، ونذهب إلى python.org. طبعا بعد ما ندخل إلى موقع بايثون نذهب إلى داونلود، ونختار النظام الخاص بنا، طبعا ويندوز أو ماك أو لينوكس، أي يعني أي نظام خاص بنا. مثلا راح نختار الويندوز باعتبار أني نظامي ويندوز، واختار هذه طبعا بايثون 3.10. طبعا الى الان تسجيل هذه المحاضره هو 3.10، ممكن بالمستقبل يزيد الرقم، لا باس اي رقم يكون هنا موجود واي اصدار لا باس به. نضغط على بايثون، وطبعا ننتظر ان البرنامج يتم تنزيله، بعدها راح ننصب البرنامج. طبعا بعد ما حملنا البرنامج نضغط عليه ونفتحه حتى نبدي ننصب البرنامج. طبعا تنصيبه جدا سهل، نضغط على انستول ناو. Yes. طيب طبعا بعد ما اكمل تنصيب setup was successful نجي نضغط على close. الخطوة التالية نذهب الى جوجل وننصب برنامج لمحرر كتابة الاكواد. طبعا افضل محرر انا اشوفه مناسب للبايثون هو محرر PyCharm. طبعا نكتب PyCharm ونذهب الى الموقع الخاص ب PyCharm. طبعا هذا هو الموقع، ونضغط على داونلود حتى ننصب البرنامج. راح يطلع لنا خيارين، البيرسونال الشخصي والكوميونيتي اللي هو للمطور. راح نختار الكوميونيتي لين يكون بمميزات اكثر. طبعا عندنا هنا ثلاثة انظمة، لينوكس والماك والويندوز. باعتبار اني نظامي ويندوز راح اختار خاص بي الويندوز، واختار هذه النسخة الخاصة بي الكوميونيتي، ومن ثم انتظر قليلا راح يتم تنزيل البرنامج. طبعا البرنامج حجمه 359 ميجا، لان البرنامج يحتوي على كل خوارزميات اللغة وراح تساعدنا هذه الخوارزميات. طيب طبعا بعد ما حملنا البرنامج نجي نفتح البرنامج وننصبه بخطوات بسيطة. يس. ومن ثم نضغط على نيكست. نيكست. طبعا راح نفعل بايثون كوميونيتي اديشن، ونفعل الدوت باي، فقط هذا الخيار اللي بالاعلى وهذا الخيار اللي بالاسفل، ومن ثم نيكست. بعدها نختار انستول وننتظر اكمال تنصيب البرنامج. طيب طبعا بعد اكمال تنصيب البرنامج بامكاننا ان نفتح البرنامج، نضغط على هذا الخيار حتى ينفتح، ومن ثم نختار طبعا نوافق على اتفاقية الخصوصية، ومن ثم continue وننتظر تنصيب أو تفعيل البرنامج. الخطوة الأولى راح نفتح project جديد من خلال نضغط على new project. طبعا راح يطلب من عندنا اسم لهذا البروجكت ومكان البروجكت. بالخطوة الأولى مبدئيا راح نخليه على نفس الاسم اللي هو راح يختاره ونفس المكان اللي هو راح يختاره أيضا، فبشكل مباشر نختار create. يا اما نكتب احنا اسم اللي نريده، يا اما نخليه على نفس الاسم ونضغط على create. طبعا راح نخليه نفس الاسم اللي هو python project. طبعا عندنا هنا بعض الاختصارات بامكاننا نستخدمها. طيب هنا عندنا هذه الخاصيه اللي هي خاصيه الشرح. طبعا نضغط على هذا الخيار اللي هو don't show tips، ومن ثم close. طيب عندنا هنا طبعا ملف راح يتم فتحه به البروجكت. هذا الملف هو افتراضي اللي هو mine.py، راح نلغيه ونجي الى البروجكت. هذا ملف البروجكت، هذا ملف البروجكت، نضغط عليه كليك ايمن ونختار نيو، ومن ثم نختار بايثون فايل. راح نسمي هذا الملف، مثلا راح اسميه بهاء، يفضل بالانجليزية، ومن ثم اضغط على انتر. طبعا هذا هو الملف تم فتحه بنجاح. طيب راح نضيف اول كود بالبايثون، وطبعا هذا الكود راح يكون يعني بشكل اولي، وراح نفصله بالتفصيل ان شاء الله بالمحاضرات القادمه، اللي هو كود كتابه النص. راح نجي نكتب برنت، نضغط على برنت. طبعا فقط اضغط حرف البي مباشره راح تظهر لي الداله برنت اللي هي تطبع لي النصوص.
يا اما اضغط عليها دبل كليك يا اما اكمل كتابتها. انا راح اضغط عليها دبل كليك، وطبعا هذه الداله بها اقواس قوسين، وبداخل القوسين لابد انه اضيف دبل كوتيشن مارك اللي هو شفت حرف طاء، وطبعا هذا شفت حرف طاء، وبداخل هنا اكتب النص. مثلا راح اكتب بها وورد مثلا بهذه الطريقة. بعد ما اكمل اضغط على انتر، هنا صار عندي هذا الكود. الدالة برينت راح تطبع لي هذا النص فقط، وحتى اعرض النص واتفاعل مع الكود اجي الى قائمة ران، واجي اختار على هذا الخيار ران اللي هو Alt Shift F10، راح اضغط على هذا الخيار. وطبعا يقول لي هنا عندك ملفين، ملف الماين اللي قبل شوية حذفناه هذا الماين او اغلقناه، وعندنا ملف بهاء. طبعا راح نختار ملف بهاء اللي احنا انشأناه، وعدي هذا النص اللي هو بهاء وورد. وحتى اتأكد النص مالتي صحيح راح اكتب بهاء 1 2 3 4 بدل كلمة وورد، وارجع على ران مرة اخرى اضغط عليها، راح اشاهد بهاء 1 2 3 4. طبعا هذه الدالة ران وتفاصيلها مع المتغيرات ان شاء الله راح يتم شرحها بالتفصيل بالمحاضرات القادمة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.